السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 12، الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من يوم السبت الموافق 11/10/2023 بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود، اللهم عليك باليهود ومن ايدهم ومن ناصرهم ومن مشى على خطاهم يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود يا رب العالمين. اللهم امين. داتا من اليوم السبت 11/11/2023، الفيديو بتوقيت مصر بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة، يعني 2:30 هكون 3:30. لو عايز توقيت الإمارات وسلطنة عمان، من فضلك زود ساعتين، يعني 2:30 هكون الساعة 4:30. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب، من فضلك قلل ساعة، 2:30 هكون 1:30. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا، من فضلك قلل ساعتين، ف2:30 هكون 12:30. ولفرهامبتون في مواجهة توتنهام، المباراة معادة الساعة 2:30 مساء، آسف، الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 3:30 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:30 ظهرا بتوقيت جرينتش، الساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق محمد بركات. بعد كده عندنا 1 2 3 3 مباريات في نفس التوقيت. أرسنال في مواجهة بيرنلي، كريستال بالاس في مواجهة ايفرتون، مانشستر يونايتد في مواجهة لوتن تاون. الثلاث مباريات في نفس التوقيت، الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4 عصر أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أرسنال في مواجهة بيرنلي، المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق علي محمد علي. أما كريستال بالاس في مواجهة ايفرتون على قناة بين سبورتس اتش دي 6، والمعلق نوفل الباشي. اما مانشستر يونايتد في مواجهه لوتون تاون على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، والمعلق عصام الشوالي او حفيظ دراجي. بعد كده بورنموث في مواجهه نيوكاسل يونايتد، الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعه 8:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والقناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، والمعلق عامر الخزيري. طيب متابعينا الكرام، يوم الاحد الموافق 12/11/2023، استون فيلا في مواجهة فولهام، وبرايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد، وليفربول في مواجهة برنتفورد، وويست هام يونايتد في مواجهة نوتنغهام فورست. الاربع مباريات في نفس التوقيت، الساعة 4 عصر او مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3 عصر بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. عندنا استون فيلا في مواجهة فولهام، المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق احمد البلوشي. برايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد هقول لك عليها حالا، ليفربول في مواجهة برنتفورد على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، والمعلق المتألق حفيظ عصام الشوالي. ويست هام يونايتد في مواجهة نوتنغهام فورست، و برايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد. ويست هام في مواجهة نوتنغهام فورست على قناة بين سبورتس اتش دي، هي دي 2 صح؟ يبقى اتش دي 6. ويست هام يونايتد في مواجهة نوتنغهام فورست على قناة بين سبورتس اتش دي 6، برايتون في مواجهة شيفيلد يونايتد على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 1 اكسترا الاولى. بعد كده تشيلسي في مواجهة مانشستر سيتي، المباراة معادة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة زي ما قلنا 7:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة لا لحظة، 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة هي قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق هو رؤوف خليف أو حفيظ دراجي، لأن عصام الشوالي هيعلق على مباراة ليفربول. طيب يوم السبت 25/11/2000، ايه ده؟ ما هو خلاص كده الجولة خلصت، انا اسف جدا. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.